الشيخ محمد، رفع على الشيخ بن باز بشأنكم كلام فقرر يعني أن يجلس معكم، بغينا نعرف ما هي القصة الحقيقية. سمحت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه من المشهود لهم بالنصح للمسلمين والعناية بالشأن الإسلامي والعناية بحفظ هذا الدين، وقد ضحى من أجل ذلك رحمة الله عليه كثيرا. وأنا كنت طالبا في جامعة الإمام، وطلب مني التدريس في المسجد في السكن، فكان الكتاب المقرر هو صحيح البخاري، كنت أشرحه، وكان عندي ليلتان في الأسبوع أيضا أفتحهما للطلاب سواء من الجامعة ومن غيرها، وحتى من يريد دراسة أي كتاب من الكتب اللي أستطيع أدرسها. فكان درس صحيح البخاري مشهودا يشهده كثير من الناس، وكان فيهم بعض الناس الشباب اللي عندهم شوية في النظرة معينة، فهؤلاء كتب منه 8 تقريبا كتابة إلى الشيخ باز يقولون فيه إن فلان لا يرى تكفير القائل بخلق القرآن، لأنهم سألوني عن سيد قطب هل هو كافر أو لا، فقلت معاذ الله كيف تكفرون علماء المسلمين ودعاتهم، فقالوا هو يقول بخلق القرآن، وبنوا على هذا أنني أنا لا أكفر من قال بخلق القرآن، فرفعوا هذه القضية للشيخ. والشيخ يعلم أنني أدرس في الجامعة، لكن كان يظن أيضا أنني أخطب في مسجدها أو أنني إمام، فكتب رسالة إلى مدير الجامعة يأمر فيها باستدعاء فلان والتحقيق في هذه التهمة الموجهة إليه وتسفيره إلى بلاده ومنعه من الإمامة والخطابة والتدريس في الجامعة. أيوة. فمدير الجامعة أرسل إلي فأتيته قال لي حاصل كيتو كيتو، ذكر القصة، فأقترح أن تذهب للشيخ تلقاه، ورتب الموعد فأتيت أنا إلى الإفتاء، دار الإفتاء. أيوة. أول مرة آتيها. أيوة. كان ذلك وقت ارتفاع النهار تقريبا الساعة 11، وكان الشيخ يستقبل كثير من الناس، وكان معه كاتبه الشيخ صالح الحكمي، وكاتبه أيضا الشيخ الموسى، والشيخ شويعر والثالث. أيوة. طيب. فجئت أنا واستقبلوني وعرفوا الشيخ بي، فقال لقد ساءنا ما سمعنا عنك. وأنا ذاك الوقت كنت أبحث في قضية الحكم على الغائب، فقلت يا شيخ أفهم من كلامكم أنكم ترجحون الحكم على الغائب، قال لا وتثبت في ذلك، فقلت أنتم الآن حكمتم علي وأنا غائب لم تسمعوني، فسألني الشيخ عن القضية وشرحت له موقفي في القضية وما قيل فيه، والشيخ يعرف قوال أهل العلم في المسألة، لكن هم أوغروا صدر الشيخ بقضية أخرى لأنهم قالوا إنني أنا نقلت كلام الذهبي أو ذكرت لهم كلام الإمام الذهبي، وقالوا هم إن الشيخ قال إن الذهبي ليس بإمام، قلت هو أكثر إمامة من الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع، فالإمام الذهبي أكثر مؤلفات من الشيخ بن باز بأضعاف صح. فالمهم أن الشيخ شكل لجنة من الإفتاء من كبار العلماء. من هم؟ كان الشيخ بكر أبو زيد. أيوة. رحمة الله عليه، والشيخ صالح الفوزان، وشيخ ثالث لا أذكره ما أعرف اسمه الآن. طيب. لكن المهم أن جلسنا في مكتب الشيخ صالح الفوزان. أيوة. وكان الشيخ بكر يعرفني جيدا وآتيه وزره، هو صديق لي خالي، فكان بمثابة والدي. أيوة. آتيه في كل الأوقات ويتصل علي في كل أوقاته. طيب. وأيضا حتى في كتبه التي يريد طباعتها وتصحيحها يعهد إلي بتصحيح بعضها. الشيخ بكر مباشرة أم خلوك؟ لا الشيخ بكر. أيوة. نعم الشيخ بكر كان رئيسا للمجمع الفقهي. أيوة. في منظمة المؤتمر الإسلامي. أيوة. التي أصبحت فيما بعد التعاون الإسلامي. والشيخ بكر أيضا كان تلميذا للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. أيوة. الشيخ محمد الأمين كما تعلم ابن عمي
ما شاء الله. الله عليه. ما شاء الله رحمه الله. فكان الشيخ البكر يحبني كثيرا. يعرفكم يعني. يعرفون. أيوة. لكن المهم لما أتيت سألوني عن الموضوع وذكرت لهم ما فيه وكانوا يسألون عن بعض الأمور وأخرجها من الكتب مثلا الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المسألة وكذلك كلام الموفق بن قدامة الذي نقل عنه كشاف القناع أيوة. وبعض كلام أهل العلم المسألة فطلبوا مني أن أكتب لهم ذلك أيوة. وكتبته وسلمته للشيخ بكر أبو زيد وسلمه له أيوة. وانتهت القضية على هذا وبعد ذلك بدأ التعرف على الشيخ بن باز مباشرة ما شاء الله نعم فكان لي الدرس في الجامعة ومرة من المرات تاني عميد شؤون الطلاب وهو المسؤول عن السكن الشيخ محمد بن عبد الرزاق الدويش أيوة. فقال اليوم تطيل الدرس لأنه سنؤخر صلاة العشاء حتى يحضر معنا الشيخ بن باز أيوة. فأطلنا الدرس وعادة أنا بعد الدرس يكون لي إجابة للأسئلة أيوة. فكان ذاك اليوم إجابة الأسئلة للشيخ ما شاء الله فالشيخ هو الذي أجاب الأسئلة بعد صلاة العشاء ما شاء الله رحمة الله عليه وبعد ذلك دعاني الشيخ أكثر من مرة ونعم صارت العلاقة متوطدة بالشيخ وبعض طلابه لأن الشيخ عبد الرحمن الجلال من أخص الناس بالشيخ أيوة. الشيخ يثق به ثقة كاملة أيوة. وهذا أيضا من أحب الناس إلي أنا أيوة. وكنت لصيقا به ومحبا له بمثابة أحد أولاده ما شاء الله رحمة الله عليه